مساء الخير. مجلس النواب حيستأنف جلساته الاثنين، الجلسة رقم 13 منفصلة التشريع الثاني، وحتتضمن الجلسة استدعاء وزيري الدفاع خالد العبيدي والداخلية محمد سالم الغبان بتوجيه من رئيس البرلمان سليم الجبوري على خلفية حادثة اختطاف النائب زيد الجنابي واغتيال عمه وتسعة من مرافقيه، واللي أدت هاي القضية تداعياتها لإعلان كتلتي العراقية والوطنية مقاطعتهم جلسات البرلمان. بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ذكر أن الجلسة تتضمن أيضا القراءة الأولى لعدد من مشاريع القوانين هي التصديق على اتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومتي العراق والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، وأيضا تعديل قانون وصول المحاكمات الجزائية وتصديق اتفاق مقر بين حكومة العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومشروع قانون وزارة الداخلية. بعد هذا الخبر إليكم العناوين. البرلمان يتأهب لاستضافة وزيري الدفاع والداخلية تأسيسا على اغتيال الشيخ قاسم الجنابي ومرافقيه في بغداد. القوات العراقية تصد تحركات محورية لداعش بين البغدادي في الأنبار وسد العظيم في ديالة. حكم نمطي على موظف كبير فاسد في التجارة حول أسطول الوزارة لنقل الحبوب إلى مجموعة تاكسيات لاستخدامه الشخصي. القانون والروتين يتعهدان بإطالة أمد معاناة ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية. رئيس الوزراء حيدر العبادي استنكر عملية اختطاف النائب زيد الجنابي واغتيال من معه، وأكد أن الجريمة هدفها شغل القوات الأمنية وإحداث شرخ بالعملية السياسية، وأشار إلى أنه حيتم القبض على الجنات وتقديمهم للقضاء. أضاف العبادي: نؤكد مجددا بأننا سنضرب بيد من حديد على كل من تسول إلى نفسه العبث بأمن وحياة العراقيين، وحيتم ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء. علاء ذويب المستشار القانوني المحافظ الأنبار يطالب بتدخل عسكري سريع لإيقاف استهداف المجمعات المدنية بناحية البغدادي من قبل عصابات داعش الإرهابية، وذلك من خلال قيامها بقصف مكثف بقنابل الهاون لهاي المجمعات. أيضا أمنيا، بتصريح خاص القناة الرشيد الفضائية، اللواء علي فاضل قائد الفرقة الخامسة المرابطة بديالة يقول: قوات الفرقة تمكنت من صد عدة هجمات منظمة استهدفت سد العظيم. وحول هذا الموضوع ينضم ويانا اللواء علي فاضل قائد الفرقة الخامسة، ينضم ويانا عبر الهاتف. مساء الخير سيادة اللواء. يا أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك سيادة اللواء. المفروض ديالة مؤمنة، ديالة أصبحت آمنة وطهرت من تنظيم داعش، من عصابات داعش، لكن حضرتك تتحدث عن عدة هجمات منظمة تمكنتم من صدها العصابات داعش، فوضح لي شلون ديالة مؤمنة، شلون مسيطر عليها، وليش هاي الهجمات، ومين دا يجون حتى يهاجمون، من أي منطقة دا ينطلقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنه أرحب بجهد بالإخوان من شاشة قناة الرشيد الفضائية. أهلا بك. حقيقة أنه ديالة تم تحريرها بتاريخ 25/1/2015 بالساعة 1700 تم إعلان تحرير ديالة من كافة الأقضية والنواحي والقصبات والقرى من عصابات داعش الإرهابية. فيما يخص سد العظيم، سد العظيم هو يعتبر الفاصلة الرئيسية اللي تعتبر الحاضنة الرئيسية باتجاه صلاح الدين، اللي هي ما كانت هنالك عمليات عسكرية مستمرة للعمل ضمن هذا القاطع، وهو خارج محافظة ديالة. يعتبر الأرض الحيوية والفاصل الرئيسي ما بين محافظة صلاح الدين ومحافظة كركوك ومحافظة ديالة. سيادة اللواء، هو سد كبير جدا. خلينا الداخل وياك، أريد أعرف. واضح كلامك، بس الداخل وياك أريد أعرف أرقام. كم هجمة خلال الأيام الماضية منظمة لداعش؟ موعد آخر هجمة لداعش على سد العظيم؟
وايضا من دا ينطلقون، يعني اللي دا يهاجمون من اي منطقه دا ياتون؟ طبعا حتى وان كانت هنالك الاف الهجمات، يعني خلي يعرف انه الاخ المشاهد هنالك قطاعات موجوده في محافظه دياله قادره على تحرير باقي المحافظات وليس فقط محافظه دياله. واما هذه الهجمات هي فقط لارباح الوضع وتعرضات بسيطه. هذه التعرضات من خلال اخوانكم في هذه القياده ضباطا ومنتسبين مقاتلين شجعان قاتلوا هذه العصابات واستطاعوا تدمير هذه العصابات والاستيلاء على الاسلحه والمعدات اللي كانت في حوزتهم، وما زالت لحد هذه اللحظه الجثث مرميه على الطرقات وفي أولا محميين ومحروسين، وعندنا ثقة بكم كبيرة لتطهير كل الأرض العراقية، لكن خلينا بحدود الموضوع ما يتعلق بسد ديالة، أي المناطق يعني القريبة من سد العظيم عفوا، أي المناطق القريبة من سد العظيم حتى الآن غير مؤمنة، وش قد يحتاج لكم لتأمينها أو لتطهيرها من داعش؟ إن شاء الله من خلالكم، وهذا في التصريح أنا أتحمل مسؤوليته، خلال إن شاء الله القليل من الأيام القادمة هنالك إنجاز في محافظة صلاح الدين، وسوف ترون في محافظة صلاح الدين قريبا إن شاء الله. اللواء علي فاضل قائد الفرقة الخامسة، شكرا جزيلا لانضمامك ويانا. أيضا بأخبارنا، وزارة النقل عبر سلطة الطيران المدني نفت إقلاع طائرات من مطار بغداد الدولي محملة بالمقاتلين إلى سوريا. سلطة الطيران نفت ادعاءات أحد المعارضين السوريين بشأن انطلاق طائرات محملة بمقاتلين من مطار بغداد الدولي المطار اللاذقية السوري يوميا، وأكدت أنه ما تم إقلاع أي طائرة باتجاه اللاذقية بسوريا. أخبار أخرى مشاهدينا ومواضيع أخرى في فقرة بالعرض والطول، ابقوا يانا. تداعيات اغتيال الشهيد قاسم الجنابي ومرافقيه تلقي بظلالها على المشهد العراقي. البرلمان يستدعي وزيري الدفاع والداخلية للتحقيق في اغتيال الشهيد قاسم الجنابي ومرافقيه. يستمر تعليق نواب تحالف القوى الوطنية وائتلاف الوطنية حضور جلسات مجلس النواب تأسيسا على تداعيات استشهاد الشيخ قاسم الجنابي وابنه وعدد من مرافقيه، فضلا عن الاعتداء على ابن أخيه النائب زيد الجنابي. بهذا الخصوص أو حول هذا الموضوع ينضم ويانا النائب عن ائتلاف القوى الوطنية سيد فارس الفارس. سيادة النائب مساء الخير. أهلا مساء. أهلا بك. الله بالخير. الله بالخير. شلون الامور؟ ان شاء الله جيده. ان شاء الله. علقتوا حضوركم بجلسات مجلس النواب، السبب نعرفه بعد ما تم اغتيال الشيخ الجنابي وابنه وعدد من مرافقيه والاعتداء على زميلكم النائب زيد الجنابي. هذه الجريمه تضاف الى جرائم اخرى، وما يتعرض مثل ما تقولون له مكون معين من اضطهاد، من ظلم، من ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية. لكن ليش هذا التصرف؟ أنتوا جربتوا هاي الانسحابات بأوقات سابقة وما وصلتكم النتيجة، واليوم أنتوا تقولون هاي الفترة هي فترة كسب الحقوق، جلب الحقوق، فهل يا ترى الانسحاب حيجيب لكم الحق؟ طبعا موضوع انسحاب التحالف القوى العراقية وكذلك القائمة الوطنية من جلسة البرلمان حقيقة لم يكن يعني اجتهاد أحد، وإنما اتفاق الجميع، حيث تدارس الموضوع قبل الدخول إلى الجلسة، وهي تعبير عن احتجاجنا لما جرى من تعرض لأحد نواب تحالف القوى العراقية وما حدث من استشهاد الشيخ قاسم الجنابي ونجله وحماية السيد النائب، لأن رأينا في الموضوع هو استهداف للبرلمان العراقي، وهو كذلك يعكس استخفاف بعض القوى بالأجهزة الأمنية العراقية سواء كانت التابعة لوزارة الدفاع أو وزارة
الداخلية، وحتى لا يكون الموضوع حالة أو ظاهرة أو ممكن أن تستمر، بل يجب الوقوف عنها والحد منها والتعاطي معها، بأن لا نقبل إلا بسرعة الكشف عن المجرمين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة، وأن لا يسوف الموضوع، وأن نعلن للجميع بأن جميع الكتل والمكونات السياسية سواء في البرلمان العراقي أو غيرها لن ترضى بأن تكون هناك قوة فوق قوة القانون أو قوة فوق مؤسسات الدولة، لأن هناك من نرى أنه في هذه العملية هي استعراض للقوة واستهانة بما ذكرت سواء في عن البرلمان العراقي أو الأجهزة الأمنية، وهذا ما لا نرضاه. لهذا أردنا أن نعبر بصوت عالي وبقوة على هذا المبدأ. ممكن تعبرون بطريقة أخرى، الحديث يأتي من جمهوركم، ليش هذا الانسحاب؟ جربتوا الانسحابات بأوقات سابقة، أيضا اتفقتوا على الانسحاب من مجلس النواب، اتفقتوا على الانسحاب من مجلس الوزراء بظروف تختلف عن الظروف الحالية. اليوم داعش موجود بمناطق كثيرة، وينبغي الوحدة أمام هذا العدو. ربما من قام بهذه الأعمال يهدف إلى زرع الفتنة. طبعا هذا الموضوع له تداعيات كثيرة، وهو مفتوح على كثير من الاستفسارات ومن كثير من التحليلات والتساؤلات. ممكن أن من قام بهذا العمل بالإضافة إلى ما ذكرت أنه يحاول زرع الفتنة ما بين العراقيين، تشتيت جهود الكتل السياسية ومكونات الشعب العراقي، خصوصا وهو يتعرض إلى عدو كبير. وقد يكون هناك موضوع أن هناك من يريد أن يعرقل العمل الحكومة الجديدة، ولا يريد لهذه الحكومة السير والنجاح وأن الاتفاق السياسي والبرنامج السياسي الذي وضعته الكتل السياسية يريد أن يضع العصا في دولاب هذه الحركة، ولهذا قد يكون هو وراء هذه العملية. لكل هؤلاء نحن نقول إننا نرفض هذا الشيء، وإننا مؤمنين بالعملية السياسية، وما خروجنا عن وتعليق عملنا في البرلمان العراقي هو إلا وهي عبارة عن صرخة قوية ورسالة. ليش وقت هذه الصرخة؟ أو وقت هذه الصرخة مؤقتة، ونحن يعني تعليقكم لجلسات مجلس النواب إيش قد حيستمر هذا التعليق؟ حقيقة يوم يومين جلسة ثلاثة. هذا الموضوع ليس موضوع شخصي، وليس لشخص من تحالف القوى أن يكون له الرأي ما يعضو البرلمان. نحن اجتمعنا في أمس ليلة أمس في مجلس الدكتور سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي وتحالف القوى العراقية مع الوطنية، تم انتخاب رئاسة ثلاثية لرئاسة هذه الكتلة، وهي متمثلة بالدكتور سليم الجبوري والدكتور صالح المطلق والأستاذ أسامة النجيفي، بأن يكونون هم ممثلين الوحيدين. وقد تعاهدنا وتقاسمنا على هذا الشيء، وقد وأن لا نخرج عن الرأي الذي يمثلون هذه اللجنة وهذه القيادة، هي المسؤولة عن اتخاذ المسؤولة القرارات. حتى في التداول مع الجهات الأخرى من من التحالفات والكيانات الأخرى. أنا أريد أعرف مقابل ماذا العودة؟ أستاذ علقتوا حضوركم جلسات مجلس النواب، مقابل ماذا؟ شو تريدون حتى ترجعون؟ بالنسبة لرجوعنا أو مشاركتنا، مثلا غدا سيتم استدعاء وزير الدفاع والداخلية إلى جلسة البرلمان بإذن الله للنقاش حول هذا الموضوع، وأكد لك أن سنكون موجودين فيما يتعلق في هذه الجريمة البشعة، والوقوف على أسبابها، الوقوف على تداخلاتها لمعرفة كيفية السيطرة على القوة والأجهزة الأمنية ومدى سيطرتها على العاصمة بغداد وعلى ضواحيها، مدى تأثيرها، لماذا تم هذا الاختراق، وما هي الإجراءات التي قامت بها كل من الوزارتين تجاه مسؤولينها، لأن هذه عبارة عن قواطع موزعة أمنيا، فمن المسؤول عن القاطع سواء كان بوزارة الدفاع أو الداخلية، ما هي الإجراءات التي قامت بها كل وزارة تجاه هذا الخرق وتجاه هذا التقصير، وكيف وما هي السبل والإجراءات للحد من خليني أقاطعك وأنا مضطر أقاطعك لضيق الوقت. شكرا جزيلا لحضورك النائب فارس الفارس عن تحالف القوى الوطنية، شكرا لحضورك. شكرا. حول نفس الموضوع مشاهدينا ينضم ويانا النائب هشام السهيل عن ائتلاف دولة القانون. سيادة النائب اهلا بك. اهلا وسهلا مرحبا. موضوعنا اغتيال الشيخ الجنابي
مقتل ابنه وعدد من مرافقيه والاعتداء على زميلكم النائب زيد الجنابي. ائتلاف الوطنية وتحالف القوى العراقية علقوا حضورهم أو مشاركتهم جلسات مجلس النواب احتجاجا على هاي الجريمة وما يتعرض إلى المكون السني مثل ما يقولون. تعليقكم على هذا الموضوع؟ الحقيقة المؤسف أنه هذه جريمة بشعة. كنا دنا والتحالف الوطني أصدر بيان بإدانة هذه الجريمة. الجريمة حدثت في بغداد وهذه مسألة حقيقة تستوجب الوقوف عند هذه الموضوع. حقيقة كنا بودنا أن تكون الأمور لا تجري بهذا الشكل. الأمور جرت بشكل للأسف تصعيدي نوعا ما. كنا نأمل تصعيدي من قبل منه؟ طبعا من قبل تحالف القوى وكذا كان المفروض. شنو رأيك بمطالبات البعض أنه يعني كل الكتل وكل النواب كان المفروض يعلقون مشاركتهم؟ هذا كان رأيك جلسات مجلس النواب وحتى البرلمان يوقف أعماله لأن عندكم زميل تعرض للخطف والضرب. بالضبط هذا المفروض ما يكون. المفروض أن نجلس. ليش تقول هاي يعني تصرف أو موقف تصعيدي؟ لا بس خليني أكمل لك. خليني أكمل لك الفكرة. تفضل. كان المفروض عهدنا زميل اعتدى على البرلمان. زين. فكان المفروض أن نحن كلنا نقف وقفة احتجاج لاتجاه هذا الحدث الكبير وبالتالي نطالب الحكومة بإجراء التحقيق العاجل وتقديم الجنات للعدالة ومحاسبة كل القادة الأمنيين في هذه المناطق. هذا كان المفروض أن نكون مع بعض ولكن للأسف كان البيان الذي أو التعليق الذي صدر في مجلس النواب كان هناك يعني كلمات توحي أنه الحشد الشعبي كان يطلق عليه الميليشيات وهذه أثارت البعض للأسف في مجلس النواب وأثارت الأغلبية وهذه بالنتيجة تثير الشارع. الحشد الشعبي يدافع عن من يا أخي؟ وبالتالي غيرتوا موقفكم؟ لا 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 أبدا. إحنا لا نغير موقف من تعليق الحضور. نعم. أو الانضمام إلى الكتلتين تحالف القوى العراقية والوطنية إلى البقاء من لأن بعض الكلمات بالبيان استفزتكم. لا لا هو ليس الموضوع هو صح البيان باستفزاز بكذا لكن لن نغير رأينا ثابت. نحن رأينا أنه يجب محاسبة القتلة. يجب أن تكشف هذه الجريمة. يجب محاسبة القادة الأمني. هذا متفق عليه. اليوم أكو قوات لكن ما هو معنى تعطيل البرلمان؟ هل هو في مصلحة من يصب هذا الموضوع؟ من مصلحة من تعطيل البرلمان؟ لا لا هل هو يصب في مصلحة احتجاج رسالة للحكومة ليوم طيب. ليومين لساعة ساعتين ممكن أن تكون هذا جلستين على أي حال. أكو قوات أمنية أكو جيش بطل أكو قوات الداخلية البطلة وأكو قوات الحشد الشعبي البطلة كلهم يقاتلون داعش. الاتهامات أو التلميحات مثل ما سمعناها كنا تخص الحشد الشعبي أو فصائل بالحشد الشعبي طيب. فسؤالي كالآتي الحشد الشعبي اليوم سطوته ونفوذه أقوى وأكبر من الجيش وقوات الداخلية لو هي ناس محسوبين على الحشد الشعبي ناس أصلا بعيدين عن الحشد الشعبي لكن هم مجرمين. وهنا السؤال الآخر يعني الحشد الشعبي وقواتنا الأمنية وقوات الداخلية وجيش ما يقدرون يكمشون هاي الذول المجرمين؟ الحشد الشعبي وين هو؟ هل هو موجود في بغداد يقاتل في بغداد؟ على الجبهات في الجبهات أكو داخلي ماكو شيء اسمه حشد شعبي في الداخل في داخل العاصمة أكو داخلي أكو هناك قوات داخلية وذولا يقول لك إنه موقفين سيطرة ولابسين عسكري وسيارات رباعية الدفع يعني مكشوفين هسا أحكي لك عن هذا الموضوع. يعني هذا غير منطقي إنه كل من يقتل يتهم مكون آخر إنه هو قتل. يعني ما معقول أن يتهم حشد شعبي أو يتهم الشيعة أنهم قتلوا هذا الشخص. هذا الشخص أولا من أعاده إلى كان في عمان وأعيد إلى بغداد؟ من أعاده؟ أعادته الحكومة السابقة اتصلوا بي وضمن المصالح الوطنية وحاولوا يرجعوه والآن الرجل يشتغل في موضوع المصالح الوطنية. هل من مصلحة الشيعة أن يقتل هيك شخص؟ مستحيل. هل من مصلحة الشيعة أن يربك العمل في العراق ويربك الاستقرار في العراق؟ أبدا. هاي مو مصلحة من مصلحة منه؟ هاي مصلحة أعداء العراق بالتأكيد. وبعدين خلي أزيدك بعد أعداء العراق لا بس انطي مجال شوية ثواني أوصل النقطة مهمة ودا أنطيك إنه من هو وراء الجريمة دا أنطيك من وراء الجريمة هذه راح هسه راح أقول لك إياها. من وراء هذه الجريمة البشعة؟ أعلنت اليوم أعلنت داعش مسؤوليتها على الموضوع. شوف وكالة وردنا اقرأ فيها هسه قبل لحظات أعلنت داعش مسؤوليتها عن الحادث. إذن هسه ما هو مصير من يتهم الشيعة أو من يتهم الحشد الشعبي؟ بعد قليل حينضم ويانا سيد كريم نور القيادي في الحشد الشعبي وحسأله نفس السؤال. نعم. ذولي ناس لبسوا عسكري طيب نصبوا سيطرة نعم سيارات رباعية الدفع صحيح وخطفوا الشهداء نعم. واقتادوهم من منطقة أخرى بالضبط. إذن مكشوفين هم واضحين بالعكس هذه رسالة مو متسترين ويخافون من بيت البيت المفروض فعملية القبض عليهم بس اسمع سهل المفروض أن نحلل هذا الموضوع. لماذا تحدث الجريمة في الدورة وينقلون هؤلاء إلى منطقة الطالبية؟ لماذا هذا يجب أن نقف عند هذا الموضوع. ليش هل هم خائفين؟ لا كان بإمكانهم يقتلون في نفس المكان ويتركوهم وخلاص.
هذه واحدة. اثنين، ليش ما قتلوا زميلنا مثلا زيد؟ ليش؟ هذه رسالة يجب أن نقف عندها، نعرف لماذا هذا التصرف. هذا التصرف هي رسالة خارجية واضحة جدا أنه الأساس أنه هناك نوع من الاستقرار في داخل بغداد، هناك رفع لمنع التجول، الناس استبشرت خيرا، لذلك يجب أن يحدث هذا. وهناك مسائل أخرى طبعا، للأسف أنه في البيان سمعنا أنه هناك مطالبات للأمريكان يدخلوا مرة ثانية للبلد وكذا وكذا. هذا غير منطقي. هل تستعين بالأجنبي على أخوك؟ هل هذا منطق؟ يعني مضطر يعني أنا مضطر أنهي الحوار، الوقت عندي ضيق. النائب هشام السهيل عن ائتلاف دولة القانون، شكرا جزيلا لحضورك. شكرا جزيلا. أيضا بخصوص نفس الموضوع، قيادة الحشد الشعبي بدورها أصدرت بيان استنكرت به ما عدت جريمة نكراء، وهي حادثة اغتيال الشيخ قاسم الجنابي ومرافقيه، وعدتها محاولة الضرب الصف الوطني اللي حارب عصابات داعش. وينضم ويانا السيد كريم النوري القيادي في الحشد الشعبي. مساء الخير أستاذ كريم. الله أستاذ علي، يا أهلا بك. أهلا وسهلا، تفضل. نائب زيد الخفاجي، الله بالخير أولا. الله بالخير. نائب زيد الخفاجي تم خطفه، نعم، وبعد ذلك إطلاق سراحه، لكن قتل الشيخ قاسم الجنابي من الخفاجي، قاسم الجنابي السويدان، قاسم السويدان الشهيد قاسم الجنابي وابنه وعدد من مرافقيه. أدنت الحادث، استنكرت الحادث، لكن بالمقابل أكو اتهامات وجهت لكم بخصوص هذا الحادث وحوادث أخرى. يقول لك الحشد الشعبي، أو البعض يجي ويقول فصائل من داخل الحشد الشعبي، أو البعض يجي يقول منسوبين أو محسوبين على الحشد الشعبي. تحية لك ولمشاهدي قناة الرشيد الفضائية. بداية نحن نستنكر بشدة هالعمل الإجرامي الجبان باستهداف الشيخ الشهيد قاسم سويدان والجنابي وابنه وبعض حمايته، لكن أقول لك ونستنكر أيضا بشدة الخطاب التحريض الطائفي الذي سمعناه من خلال التشيع. وأعلم أن القتل بحد ذاته أقل خطورة من التحريض الطائفي الذي حصل حقيقة، قتل والجميع، البعض يقتل من أجل وطن، من أجل وحدة وطن. أما الأسلوب الطائفي، نحن لم نتهم أحدا عندما يقتل قادتنا، قتل الشهيد محمد باقر الحكيم والشهيد آية الله محمد باقر الحكيم والشهيد آية الله الشيخ مهدي العطار، قتلوا عن طريق أحدهم، يعني قتل في النجف الأشرف الشهيد الحكيم، والشيخ العطار قتل في اللطيفية تحت أنظار البعض من أبناء اللطيفية. لكن لن نتهم مكونا. هذه الثقافة، ثقافة الانسجام مع الشارع الذي انتخب هؤلاء. أنت عليك أن تقود الشارع، لا أن يقودك الشارع. لذلك أقول لك، نقطة مهمة، أنه هذا الشيخ الجنابي، نعم، مع ابنه، مع مرافقه، بهذه الطريقة، مع النائب زيد الجنابي، تم اختطافهم، نعم، من منطقة، ووجدوهم مقتولين في منطقة الطالبية أو، نعم، الشعب. هل هاي المنطقة، لا بس اسمح لي، هاي المنطقة، نعم، الطالبية أو الشعب، خلينا أقول هي مناطق نفوذكم أو تقع تحت، نعم، سيطرتكم، نعم، أنتم المسؤولين نوعا ما عن أمنها، عن وضعها الأمني. فالبعض يسأل إذا هاي المناطق اللي مفروض أنتم سيطرين عليها ما قادرين سيطرين عليها، شلون حتنطلقون نحو تحرير باقي الأراضي العراقية؟ هاي أولاً. وثانياً والنقطة المهمة، ذولا واضحين مكشوفين مثل ما قلنا، كم يعني نصبوا سيطرة ولبسوا ملابس عسكرية وسيارات رباعية الدفع، وينكم عنهم؟ أولاً نحن الحشد الشعبي نقاتل خارج بغداد، حماية بغداد ليس من صلاحيات ومهام الحج الشعبي. نحن نقاتل وكنا مشغولين بمواجهة داعش سواء بسد العظيم، كشيفة، في مناطق مهمة في البغدادي، في هاي أولا. ثانيا، يبدو لي أن داعش عندما يشعر بالهزيمة والإحباط يحول المعركة داخليا بهذه الطريقة. والأمر الآخر، الذين قتلوا الشهيد بإمكانهم أن يقتلوا في نفس مكانه أو ينقلوا إلى مكان آخر، أما ينقل إلى منطقة كما ذكرت الطالبية أو قريبا للشعب بهذه الطريقة، هناك لعبة. يجب أن لا ينساق السياسيون. نحن لو كنا رد فعل كما الأخوة في تحالف القوى الوطنية لما بقي أحد منا في البرلمان أو الحكومة. لماذا تم استهداف الشهيد أحمد الخفاجي؟ أنا ما أريد أعدد أسماء، أريد، نعم، ولا أريد أوقف عند كل الحوادث، لكن حوادث كثيرة حصلت خلال الفترة الماضية قبل الحشد، الحشد الشعبي، لا من استهدف أحمد الحجية الحشد الشعبي، رئيس اللي لا أنا أحكي قبل الحشد، أنا أحكي من تاريخ سقوط الموصل، من، نعم، تاريخ تأسيس الحشد، نعم، الشعبي إلى وقتنا هذا، حوادث كثيرة حصلت واتهامات كثيرة وجهت لكم. الحشد الشعبي قوات بطلة تقاتل داعش الإرهابي،
تدافع عن العراق، لكن لربما ومنع سقوط بغداد، لكن لربما اكو فصائل او اكو جهات ناس اشخاص محسوبين عليكم يقومون بهذه الاعمال. ليس محسوبين، ان البعض عندما يرتدي هذا اللباس حقيقه، اولا بغداد لم تكن من حمايه الحشد الشعبي، ثانيا نحن لسنا مسؤولين عن هذه التصرفات، ثالثا هذه العمليه بصراحه يجب ان يكون هناك رد فعل واعي، لا ان يؤدي الى تشطيه النسيج الوطني والتخندق والتفرق، وهذه مشكله. لذلك حقيقه يجب على العقلاء ان يتفاعل، كيف يكون رد فعلهم العقلاء، اما ان يثير الشعر بهذه الطريقه التحريضيه ويتهمون مكون مهم كبير في العراق. اخي هؤلاء مجرمون، قلنا الذين خطفوا الشيخ الشهيد قاسم سويدان مجرمون، يجب ان يدونوا قبل نتائج المحكمه اللجنه، قبل نتائجها الان بدات اللجنه، لماذا تستبقون النتيجه؟ هذا اسلوب حقيقه به مزايدات سياسيه وبي لعب وذر رماد في العيون. كريم النوري القيادي في الحشد الشعبي، شكرا جزيلا لحضورك. شكرا جزيلا. في حلقة موظف في التجارة يستخدم أسطولها لنقل الحبوب إلى تاكسي شخصي، وجنايات الرصافة تصدر حكما غيابيا بحبسه 7 سنوات. وفد كردستان يحاور ويناور في بغداد للفوز باستحقاق الاتفاق السياسي. محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكم غيابي بالسجن مدة 7 سنوات بحق أحد موظفي وزارة التجارة استناداً لأحكام المادة 340 عقوبات. المحكمة رأت أن فعلة المدان الهارب فيصل ناجي خاله محمد الخالدي تنطبق أحكام المادة 340 عقوبات كون أقدم على استغلال وظيفته العامة كمدير قسم النقل بالشركة العامة لتجارة الحبوب، ونقل مادة الحنطة بأسطول وزارة التجارة من ميناء طرطوس ولصالح شركة سورية مقابل ثمن باهظ احتفظ به لنفسه. وتضمن قرار الحكم أيضا تأكيد الحجز الواقع على أموال المدان المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية. وحول هذا الموضوع تنضم ويانا سيدة عليا صيف عضو لجنة النزاهة النيابية. سيادة النائب أهلا بيك. أهلا وسهلا، تفضل استريح. الله بالخير. الله بالخير. شنو هاي القضية؟ أسطول وزارة التجارة مستخدمة مدير النقل يعني بالشركة العامة لتجارة الحبوب، طيب هذا الأسطول شلون استخدمه؟ أسطول بحري بري؟ معلومات النزاهة البرلمانية عن هذه القضية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لمشاهديك. حقيقة هناك الكثير من المؤشرات الموجودة على وزارة التجارة، سواء كان بإخفاقها بتأمين مفردات البطاقة التموينية أو في آلية تعاقداتها أو في ما يسمى بالتعاقد بالغيار، أي العقود الثانوية الملحقة بالعقد الرئيسي. هذا الجريمة الذي حصلت من قبل هذا الشخص هي تسمى بالعقد الثانوي التي يتم التعاقد والملحق بالعقد الأصلي اللي هو عقد الحبوب. المفترض يتعاقد مع نفس الشركة كتكون ناقلة برية لهذا النقل في داخل بحرية، إلا أن هذا الشخص استغل الوظيفة الذي يتمتع بها وقام بالتعاقد مع شركات لها صلة بها، وبالتالي استفاد من الفرق المبلغ للنقل. إيش قد المبلغ؟ عندك علم بالمبلغ؟ لا أنا ما عندي علم بالمبلغ، لأن تدري دائما إحنا عندنا فتخل المؤشر على كل وزارة الدولة بأن الوزارة لا تحدد قيمة الضرر الذي أصاب وزارتها من أي عقد يبرم بيؤشر به خلل فساد. وهذا هذا الأسطول كان بحري لو بري؟ أنا أعتقد هذا الأسطول كان بحري ومن ثم تم الاستغلال الوظيفي له. أنا أريد أوقف عند قضية جدا مهمة، يعني حقيقة بزعنا من أدها اللي يبوك ويحط هدومه بجنطته ويطلع، واحتمال كبير أو كثير منهم عندهم جنسيات أخرى. نعم نعم، وبعد نعم ذلك نجي نصدر الحكم ونجي نبكي على فلوسنا ومصادرة أموال المنقولة وغير المنقولة. هو يجوز حتى ما عنده أموال، باع نعم فلوسه وصفه وطلع. يعني حقيقة نحن في العراق أمام مشكلة كبيرة جدا.
المشكلة الأولى عندما جاء عفو 2008 والذي عفى الكثير من الذين ارتكبوا جرائم مالية واستطاعوا أن يتهربوا من جريمتهم. الأمر الآخر موضوع ازدواجية الجنسية وإمكانية تنقل به الأموال أو هو يتنقل وإفلاته من القضاء. الأمر مسؤولية منه القضاء، هذا سحب لك مسؤولية النزاهة، هذا المسؤولية منه. أولا كان على السلطة التشريعية أن تنفذ المادة 18 من الدستور المتعلقة بإلغاء ازدواجية الجنسية. الأمر الآخر هناك 5 جهات لا تعمل بشكل منسق بشكل كامل. وزارة العدل المفترض تتابع الأشخاص عبر التمثيل القانوني لها خارج العراق، صندوق الاسترداد، ولدينا يعني دائرة في هذا الصندوق، ولدينا أيضا في هيئة المساءلة والعدالة تتابع الأموال والأشخاص الذين يكونون هربوا أموالهم خارج العراق، وهيئة النزاهة، وكذلك البنك المركزي. 5 جهات الدولة تصرف على مكاتبهم وعلى أشخاصهم، ولكن لم يحققوا 1% مما هربت من هذه الأموال ومن هذا الأشخاص بسبب خلل واحد. لا يوجد تنسيق ما بين هذه 5 جهات في متابعة الأموال المهربة أو الأشخاص. قبل قليل ذكرتي ملفات كثيرة أو أخفاقات كثيرة تخص وزارة التجارة وملفات كثيرة. قبل ما تحدثين عن هذه الملفات، أكو وزير هارب، وزير التجارة السابق، نعم، وعليه قضايا فساد، نعم، وعليه أحكام، نعم، مو هالشكل؟ نعم. وين شو ما قدرنا نجيبه لحد الآن؟ أنا ذكرت لك السبب الأول هو ازدواج الجنسية لأنه يمتلك الجنسية البريطانية. السبب الآخر عدم تفاعل الدول. اليوم بعض الدول مستفادة من المال العراقي المهرب، وبالتالي لا تتفاعل مع العراق في تفعيل مذكرة الأنتربول واستخدام هؤلاء الأشخاص والأموال، بالرغم من صدور قرارات أمم متحدة، أعتقد 1418 و1400 ما أعرف الرقم، تبيح للعراق بأن يمكن أن يضع يده على المال دون قرار قضائي، ولكن العراق لم يفعل هذين القرارين الدولين في متابعة الأموال المهربة. هناك مشكلة كبيرة لم يلتفت لها العراق في أمواله، يعني اليوم هناك عجز في خزينة الدولة، ولدينا الكثير من الأموال ممكن بإجراءات قضائية أن نحققها. شنو الملفات الموجودة بلجنة النزاهة؟ ملفات الفساد اللي تخص وزارة التجارة وجاري التحقيق بخصوصها؟ لجنة النزاهة اتخذت قرار بإعادة كافة الملفات التي تم غلقها الخاصة بوزارة التجارة، وتمت استضافة وزير التجارة حقيقة ليس في لجنتنا، في لجنة الاقتصاد. أنا حضرت كممثلة على لجنة النزاهة في هذا اللجنة، وطالبت وزير التجارة بتحديد حجم الضرر الذي أصاب وزارة التجارة خلال السنوات الماضية. القضاء لا يمكن أن يحكم له بأي قضية دون تحديد قيمة الضرر اللي يساعد القضاء في هذا الموضوع. نائب عالي صيف، شكرا جزيلا لحضورك. شكرا جزيلا، يا هلا بيك. وزارة السياحة والآثار دعت الأمم المتحدة ودول الجوار للعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب وحظر المتاجرة بالآثار العراقية والسورية. الرئيس السابق للحكومة تقليم كردستان والقيادة البارز بالاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح أعلن وجود فساد واستخدام غير قانوني للسلطة بأقليم كردستان. صالح بمقابلة ويا قناة KNN الناطقة بلسان حركة التغيير الكردية قال أقليم كردستان بحاجة لإصلاح بنيوي بالقطاعات الصناعية والسياسية، وطالب بإعادة الأموال المهربة من أقليم كردستان بطريقة غير قانونية، وبيّن أيضا أن الأزمة الاقتصادية اللي يمر بها الأقليم خطيرة وتحتاج لإصلاح اقتصادي فوري. ورأى صالح أن الفساد والاستخدام غير القانوني للسلطة واحتكار السوق من أهم المشاكل اللي تواجه الأقليم، وأضاف أن تلك المشاكل هي نتيجة طبيعية لتراكمات السنوات السابقة. أيضا بأخبارنا، وفد أقليم كردستان وصل للعاصمة بغداد لبحث المسائل العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل. وفد الأقليم برئاسة رئيس الحكومة أو حكومة الأقليم نيجرفان برزاني حيلتقي مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، والزيارة حتستهدف بحث الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل. حول هذا الموضوع تنضم ويانا النائب عن التحالف الكردستاني نجيب نجيب. سيادة النائب مساء الخير، أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الوفد الكردستاني برئاسة رئيس حكومة الإقليم وصل البغداد. نعم. والمفروض المحور الأهم أو القضية الأهم هي قضية الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل. وعلى حد علمي هذا الاتفاق يعني انتهى، والمفروض صار اتفاق ودخل حيز التنفيذ. أكو مشكلة بخصوصه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح هذه الزيارة التي قام بها وفد حكومة أقليم كردستان برئاسة
السيد نجرب بارزاني وتم الجلوس كأول اجتماع مع الحكومة الاتحادية برئاسة دكتور حيدر عبادي. كما ذكرت اتفاقية تمت في قانون الثاني وأصبح جزءا من قانون الموازنة اللي هي ملزمة للجميع تطبيقها، وبموجب هذه الاتفاقية التي أصبحت أحدى نصوص الموازنة في المادة الأولى وكذلك مادة 11 أنه حكومة الأقليم ملزمة بتصدير 550 ألف برميل يوميا بمعدل تصدير 250 ألف من أربيل من أربيل كردستان. نعم. كله واضح. نعم. وين المشكلة حتى أجل وفد من أربيل إلى بغداد؟ نعم، مقابل هذه الكميات على الحكومة الاتحادية إرسال حصة الأقليم 17%. حقيقة انقرضت بالموازنة؟ نعم، انقرضت بالموازنة. ما أرسلت حصة الأقليم لشهر كانون الثاني ونحن الآن في منتصف شهر شباط، وهذه طبعا إحدى الشروط أو إحدى المطالب. التزامات أصبحت التزام. لا المطالب اللي إجى الوفد على مودها أو جاي يبحثها. عفوا، لا سبب الزيارة طبعا هي زيارة اعتيادية لتعزيز الثقة وتعزيز الشراكة في العمل السياسي، لكن كان هناك سوء تفاهم حول الكميات التي تم تصديرها وتسليمها للحكومة الاتحادية. مو سوء تفاهم، عند البعض كان الشكوك. شكوك، نعم. كانت شكوك وريبة واتهامات. نعم. خرق الاتفاق النفطي، يصدر أكثر مما تم الاتفاق عليه. نعم. هذا الوفد جاء للتأكيد على وإزالة كل الشكوك والريبة حول هذا الموضوع، والتأكيد على أن حكومة الأقليم ملزمة التزام كامل بكل كافة البنود اللي تم اتفاق عليها بالتزاماتها ملتزم النفطية. بالأرقام 550 ألف. نعم برميل. ملتزمة، لكن أنا أريد أسأل، ما أعرف إذا عندك علم أو لا، العدادات أكيد أكو عدادات حتى تراقب من خلالها. نعم. كميات. نعم. النفط المصدرة، العدادات الموجودة بأقليم كردستان من المسؤول عليها؟ لا، هي عدد. هل الحكومة الاتحادية حسب الاتفاق النفطي تقدر توصل هاي العدادات تشوف ايش قد تصديره؟ نعم، قبل ما نجاوب على العدادات نقول انه ما تم الاتفاق عليه ان وما تم حتى تثبيته في الموازنة انه حكومة الاقليم ملزمة بتسليم الحكومة الاتحادية كميات نفط مصدرة بمعدل 550، اي ان في عام 2015 الكميات المصدرة والمسلمة إذا تقسمها على كل يوم في هذه السنة يجب أن لا يقل عن 550 برميل، وحكومة الأقليم ملزمة ولا يمكن تقييم هل أن جهة ما وتحديدا الآن حكومة أقليم كردستان مخالفة أو غير صادقة في التزاماتها بمرور شهر ولا 40 يوم. وفق المعايير الفنية وكذلك الهندسية وكذلك الجهات المختصة أنه على الأقل ثلاثة أشهر، على الأقل ثلاثة أشهر. بعد ذلك أشوف هل ليش، لأن قد يكون هناك خلل، قد يكون خلل فني، قد يكون هناك خصوصا أنه بين. واضح. أنا كنت أتمنى أبحث فيها مواضيع أخرى. بس العدادات موجودة على ميناء جيهان، ومعناه بيع هذه الكميات عن طريق شركة سومو، معنى أنها وفقا لهذه العدادات. إذن الشركة هي تعرف إيش قد العداد إيش قد طلع من النفط. بالتأكيد. نعم. نجيب النائب عن التحالف الكردستاني، شكرا لك أبو بيش. أهلا. يا هلا بيك. القانون والروتين يتعهدان بإطالة أمد معاناة ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية. وعدناكم بحلقة الأربعاء الماضي بتسليط الضوء بصورة أوسع على بالتحديد قضية جدا مهمة، هي معاناة متضرري العمليات الإرهابية وأيضا الأخطاء العسكرية، خصوصا وأن المعاقين يعانون معاناة كثيرة ورحلة البحث عن حقوقهم المبددة أيضا طويلة. حول هذا الموضوع ينضم ويانا السيد علي محمد حيال، مدير مؤسسة قناديل الرحمة. أستاذ علي مساء الخير.
مساء النور، الله يبارك بك استاذ عمان. يا هلا بيك، اهلا وسهلا. انا اريد ابحث في بدايه معك قضيه القانون. المفروض اكو قانون مقر من قبل مجلس النواب يعني يتحدث او اسم القانون تعويض المتضررين جراء العمليات الارهابيه والاخطاء العسكريه. عندي علم انه يعني انتم راضين على القانون، وعندي علم انه اكو تعديل للقانون تم قراءته، ولو ايضا ما عندكم موافقه على هذا التعديل او تشوفون هذا التعديل مجحف بحقكم، وين اعتراضاتكم؟ على شنو معترضين سواء بالقانون او على التعديل؟ طبعا بالبدايه احييك واحيي مشاهدين قناه الرشيد الفضائيه الكرام. طبعا ما يعانيه الشعب العراقي نتيجه الهجمات الارهابيه وزياده الاعداد ضحايا الارهاب ادى الى كاهل على عوائل ضحايا الارهاب وعلى نفسيه الجريح وعلى نفسيه ذوي الضحايا. قانون ضحايا الارهاب، قانون رقم 20، يبخس حق وكرامه الانسان العراقي. يعني التعويض ما تكتسبه اذا كان جريح الا بعد اكتساب الشفاء التام، وهناك روتين معطل وحقيقة يدمر الإنسان العراقي حينما يذهب لمراجعة لاستلام التعويض. يعني هذا التعويض، هذا التعويض للجريح أو اللي فقد أحد أعضاءه بعد اكتشاف، يعني نعم بعد نعم للجريح وللشهيد التام. لا لا خلينا هسه بحكم نعم الجريح، ما بعد ما أكمل علاجي نعم وأصير زين يطول التعويض طيلة مدة علاجي. أنا راقد بالمستشفى، نايم بالمستشفى، ما حد يجي يعطيني فلوس على مدة دفع فلوس الدواء، فلوس الطبيب، ما حد ما حد ما حد. كل شيء ما إلك إلا تكتسب الشفاء التام وعلى حسابك الخاص، روح تشتري العلاج وعملياتك على حسابك، إذا كنت برد طلع على حسابك على نفقتك الخاص تروح تعالج نفسك. بينما جانب الحكومي مع شديد الأسف بخس بحق هاي الناس وعدم وجود مستشفيات خاصة تتبنى علاج ضحايا الإرهاب وتأهيلهم نفسياً، ما موجود عندنا هذا الشيء حقيقة. يعني اللي يعاق من الهجمات الإرهابية من جراء التفجيرات يهمل، اللي مبتر مثل هاي الحالات عندك، يعني أطفال يروحون للمدرسة في السوق يتفجرون هاي، وكذلك هالنساء. يعني ما مصير هؤلاء العوائل؟ احنا نريد نسأل، يعني احنا من البداية أخي الأستاذ عماد أول ما بدينا بحملة صون الأمانة لتعديل قانون رقم 20 طالبنا بتشكيل مؤسسة. احنا ليسنا نريد تعويض، احنا نريد رعايه متضرر. شنو هاي المؤسسه؟ عندنا قوانين، يعني طالبون بمؤسسه تعنى تعنى بمتضرري العمليات الارهابيه والاخطاء العسكريه، ضحايا الاعمال الارهابيه، كذلك معاناه النساء. ماكو مؤسسه؟ ماكو مؤسسه؟ لا لا ما عندنا مؤسسه، احنا ضحايا الارهاب. اكو مؤسسه تعنى برعايه الشهداء والسجناء السياسيين، زين. اما ضحايا الارهاب مع شديد الاسف لا يوجد لهم مؤسسه خاصه رعايتهم وتاهيلهم، توجد لهم لجنة مركزية مع شديد الأسف أعضائها غير متفرغين لأداء عملهم. وكذلك هاي لجنة مركزية على حد علمي هي حكومية تتكون من مجموعة من الوزراء، مو هي شيء؟ من لا لا نعم نعم، من قاضي الصنف الأول وكذلك من وزارة الداخلية والدفاع والصحة برتبة مدير عام. اي يعني ذولا اكثريتهم غير متفرغين لاداء عملهم. احنا اليوم هاي التضحيات اللي يقدمها الشعب العراقي، هاي اهم اعمالهم المفروض. احنا نريد من اهم اعمال الحكومه هي رد على الارهاب. زين استاذ علي، رد على الارهاب شلون؟ انا اريد اركز على نقطه مهمه، اللي يفقد احد اطرافه، اللي يعني بعد ما يقدر يمشي جراء العمليات الارهابيه والاخطاء العسكريه حسب القانون، هذا اولا واخيرا ما حيقدر يعمل، بالتالي شلون يعيش؟ زين شلون عايش عائلته؟ هي هاي الطامة الكبرى والمأساة الكبرى إذا عنده زوجة وأطفال. نعم. حسب القانون دولة ترعى تقضي راتب؟ لا لا، حسب القانون أخي عماد يعطي الجريح راتب تقاعدي لا يتجاوز حد الأدنى زائد 70%، أي ما يتجاوز الراتب مالته على قانون رقم 20 على بعد ما يتعدل القانون كان آنذاك 340، اليوم راتبه ما يقارب 580 الراتب مالته، وما يعطون الراتب التقاعد مالته باثر رجعي من تاريخ الاصابه مالته او الاستشهاد كذلك، يعطونه من نفاذ القانون 1/10. وكذلك اعطاه قطعه ارض على ان لا يملك دار، على ان لا يملك دار. واضح. احنا اليوم عندنا قوانين عراقيه موجوده عالجت ضحايا، يعني من ضحايا الاعمال ضحايا النظام السابق، أعطت مؤسسة لهم رصينة ومشكورين على هذا الشيء، وهاي الناس استحقت التضحية ولهم مؤسسة، لكن بالمقابل كون ضحايا الإرهاب الأولى هماتين لهم مؤسسة. زين القانون، القانون مجحف، القانون مجحف غير جيد، والمفروض أكو تعديل لهذا. نعم. القانون ناقشته أو ناقش البرلمان عفوا وقرأ أولى،
هذا التعديل جيد. لو هم نشوفه مجحف هذا التعديل حقه. هذا التعديل هذا التعديل أستاذ عماد بفقرات كنت تتعالج. إحنا جلسنا مع رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة تكلمنا معهم قلنا هذا القانون محتاج إلى مؤسسة خاصة رعاية ضحايا الأعمال الإرهابية. الراتب التقاعدي في مؤسسة الشهداء يعطي 3 أضعاف الراتب التقاعدي الغير موظف. أما لضحايا الإرهاب يعطي الدرجة السابعة المرحلة السابعة الدرجة العاشرة أي ما يتجاوز الراتب مالته 340,000 دينار. فأين التساوي بين ضحايا الإرهاب وضحايا النظام السابق بالحقوق والواجبات؟ كون إحنا ننصف ضحايا الإرهاب إحنا اللي ضحينا وتحدينا النظام البائد علينا أن ننصف هؤلاء الضحايا الذين سقطوا نتيجة الأعمال الإرهابية ونتيجة جرائم البعث بحقهم. يعني اليوم اللي شفناه من جرائم داعش وجرائم الإرهاب اللي هم كليتهم وجه واحد قتل وخطف ودمار لأبناء الشعب العراقي وما تعانيه المرأة العراقية اليوم من ضحايا الإرهاب إذا كانت معاقة وإذا كانت أرملة وإذا كانت من ذوي مفقودين. واضح يعني أستاذ علي. واضح أستاذ علي. علي محمد حيال مدير مؤسسة قناديل الرحمة شكرا جزيلا لانضمامك ويانا. يعني فئة أخرى عندها أيضا معاناة ومأساة إلى جانب فئات كثيرة ومطالبهم بسيطة. أكو قانون مجحف سيء ما حد أخذ رأيهم بإنقر. طيب أكو تعديل المفروض غير يجون سمعوا لهم شوفوا شنو مشاكلهم وعلى أساس مشاكلهم تخلون التعديل. أيضا التعديل سيء حسبهم. نقرأ قراءة أولى ونتمنى قبل القراءة الثانية أو بعد القراءة الثانية يجري تعديله مثل 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 ما يطالبون. يعني شون الجريح الراقد بالمستشفى اللي يستكمل علاجه يلا أعطيه التعويض. زين إذا ما عنده فلوس شون يصرف على الطبيب شون يصرف على الدواء يروح يداين. زين إذا ما حد قبل يداينه لازم يموت لأن القانون هيك يقول. على أي حال كان هذا موضوعنا الأخير مشاهدينا. لقانا يجدد وياكم باكر. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.